بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي دلي سبورت، تحياتي لكم، مساء الخير للجميع. طبعا مثل ما وعدناكم كل فيديو حيكون معنا ضيف من نجوم سوريا، إن كان مدرب أو لاعب أو إعلامي أو إداري. اليوم معنا الكابتن قصي حبيب، لاعب منتخب سوريا السابق. تحياتي كابتن قصي. مساء الخير احمد، ومساء الخير لك ولكل متابعينك، وهيك ان شاء الله كل عام وانت بخير، وكل عام وكل سوريا وكل الشعوب العربيه والاسلاميه ان شاء الله بألف خير. كل عام وانت بخير يا رب، سوريا واهل سوريا وشعب سوريا بألف خير ان شاء الله. كابتن قصي، مطالبين بالتاهل للدور الثالث من تصفيات كاس العالم لكاس اسيا، لانه صعب نغيب عن هاي البطوله بعد ما عملنا ارقام جديده وارقام تاريخيه لسوريا. نحن اليوم في وضع حرج امام كوريا الشماليه، تفضل كابتن. بصراحه نحن حطينا حالنا بهذا الوضع الحرج، خاصه بعد التعادل الغريب، هذا اللي بشوفه غريب، مع ميانمار بلعبه الذهاب بميانمار، لانه بصراحه كان خسرنا بعد، بصراحه المباراه الاولى ما حضرناها نحن، اكيد شفت كانت صعبه انه تحضرها، خاصه على موضوع النت وصفحات النت، لكن اللعبة الثانية حضرناها أكيد كان النت، وشفنا أنه مستوى منتخب ميانمار بصراحة متواضع كتير، يعني فزنا عليه بنتيجة كبيرة، ولازم أنه يعني كلتنا وكل المتابعين والمشاهدين تفاجأوا أنه شلون تعادلنا مع هذا الفريق بميانمار، لكن ما فينا أنه تصير ببعض الأحيان تصير كبوة، تصير للفريق صدمة في بعض الحالات، يعني أكبر أندية في العالم أو حتى منتخبات يتعرضوا لها لا تعالى مثل ما بيقولوا لخيبات مال ولخسارات في بعض الأحيان، لكن إنه الشيء المنيح إنه قدرنا نسجل هدف تعادل، لو لا سمح الله ضلت النتيجة 1-0 لميانمار كان صعبنا بشكل كبير المهمة علينا، لكن خير مصري بصراحة كوريا الشمالية بالعاصمة كوريا الشمالية، نتمنى ما تكون ببيونج المباراة، يعني الفيفا انه او خاصة من اتحاد الكرة السوري انه ينقل المباراة، ان شاء الله يتوفقوا ويوافقوا على طلب اتحاد الكرة السوري انه ينقل المباراة خارج كوريا، لان بصراحة راح تكون لعبة صعبة كثير على لاعبي منتخبنا، خاصة نعرف جمهور كوريا الشمالي راح يكون متواجد بشكل كبير كثير، و والمباراة راح تكون صعبة بصراحة بكوريا الشمالية على منتخبنا. نعم، اليوم رأيك نحن نتمنى انه فضل. نحن يعني بصراحة هي نتيجة تعادل تكفينا احمد، لكن على يعني مثل ما خاصة نحن من قبل كأساس وبعد ما اللاعبين المنتخبين ودعم بشكل كبير للمنتخب أكيد نحن أملنا كبر بصراحة وتفاؤلنا كبر بلاعبين منتخبنا وبالمنتخب بشكل عام إنه يحققوا نتائج إيجابية، المنتخب الكوري الحالي خاصة لعبتنا مع الذهاب ما كان مع المنتخب المرعب، أو خلينا نقول بنفس مستوانا، هو بأقل من مستوانا بكثير بصراحة، وشفنا نحن تفوقنا عليه ببعض مراحل المباراة، لكن ببعض مراحل المباراة نحن تراجعنا بسبب هي يمكن بدنيا كان لاعبين المنتخب غير جاهزين، لكن اكيد بعد كاس اسيا وبعد قدوم اللاعبين المغتربين اللي اضافوا اضافه بصراحه انا بشوفها جيده نوعا ما على المنتخب، نتمنى انه يقدموا اضافه كبيره، خاصه لعبتنا مع كوريا الشماليه اللي راح تكون مصيريه بصراحه بشكل كبير، لانه اي نتيجه سلبيه اكيد راح تبعدنا عن امال تاهل للدور الثاني من تصفيات كاس العالم. مثلا نحن نحكي بكاس اسيا، العالم في عالم يقولوا انجاز وفي عالم يقولوا نجاح، يعني كل واحد حسب مثل نظرته للمنتخب، اكيد انا بديها منك كلاعب منتخب سابق وكرياضي، لكن هو خلينا نحن نسميه بصراحه انه نجاح، انه تاهلنا للدور الثاني هو التاهل الاول بتاريخ سوريا، لكن انت شفت نحن دائما لما لعبنا بكاس اسيا بال 2011 كنا نحن عم نلعب بهذا الدور، بس ما انه تاهلنا للدور الثاني، لكن كان عدد المنتخبات بكاس اسيا كان 16 منتخب، هلا تغير نظام البطوله صاروا 32 تقريبا 32 او 26 عدد 26 يمكن فتأهلنا للدور الثاني كأفضل ثالث، خلينا نسميه نجاح أحمد أكثر ما هو إنجاز، لكن كأداء يمكن الأداء ما قسم كبير من الجماهير السورية أو حتى المحللين أو النقاد أو الفنيين ما شافوا المستوى الفني اللي ظهر فيه المنتخب كان بشكل جيد، لكن أسلوب المدرب السوري أو المنتخب السوري هيكتور كوبر هو معروف أسلوبه،
دائما يعتمد على البلوك، تسكير مناطق دفاعية، ويعتمد على التحولات او يسجل هدف ويحاول يحافظ عليه، وهذا الشيء اللي كان عم يبحث عليه اصلا بلعبه استراليا، بلعبه اوزبكستان الاولى ولعبه استراليا الثانيه، وبلعبه نحن يعني لما تلعب نحن هذا دائما نحكي انه ما بيصير دائما واحد يكون ياخذ اسلوب واحد معين بكره القدم، لازم عندك تنوع باساليب اللعب. حال واجهت فريق اقل منك بالمستوى لازم تعرف شلون تهاجم، يكون عندك اسلوب هجومي. لازم اذا واجهت منتخب او فريق او نادي اعلى منك فنيا شلون بدك تحافظ على الدفاع المنضبط، وتحاول تخطف المباراه او الفوز بهجمه مرتده بكره ثابته. فنحن في اللي ما لاحظناه بكاس اسيا انه شفناه بلعب المنتخب خاصه لعبه اوزبكستان او استراليا، دائما كان نحن اسلوبنا الدفاعي بحت، وهذا الشيء بصراحه يمكن اقلق بعض الجماهير السوريه بكاس اسيا. اتمنى نعم. نحن نتحسن الصوره خاصه بلعبه كوريا الشماليه، لانه بصراحه اي نتيجه سلبيه حكينا قبل شوي انه تضر كثير بامال تاهل للدور من تصفيات كاس العالم. كبر والاتحاد السوري واللاعبين والجماهير والإعلام تحت الضغط النفسي بمباراة كوريا الشمالية. اكيد تحت ضغط كبير، وخاصه هكتور كوبر يعني هلا خاصه بعد التجديد له من قبل الاتحاد السوري، هذا اكيد انه هم واثقين فيه بشكل كبير، وام يعني عاقدين عليه امال كبيره انه يتاهل للدور الثاني من تصفيات كاس العالم، لانه بصراحه تصفيات الدور الثاني من تصفيات كاس العالم في حال تاهلنا ان شاء الله راح يكون تواجهنا منتخبات اكيد مثل المنتخبات اللي واجهناها بالدور الاول مثل مينمار او كوريا الشماليه، مع احترامنا الشديد لهم راح تواجه منتخبات طورة أكثر فنيا ممتازين، عندهم عناصر ممكن تعمل فارق كبير، فهذا الشيء أكيد راح نبني عليه آمال خاصة بعد قدوم اللاعبين المغتربين اللي بصراحة خلينا تحسب لاتحاد الكرة وكل شيء قام بعمل جلب اللاعبين المغتربين، خاصة عمل كبير قام فيه بصراحة، نتمنى أنه بشكل إضافي كبير، حتى مع نتمنى انه خاصه عوده عمر السلمه انه عوده مهمه لازم تكون، خاصه مع قدوم محمد داوود كمان. نعم كابتن قصي، هلا هنا الاتحاد السوري نجح باستخدام اللاعبين المحترفين، ولكن لم ينجح بنسبه كبيره بالتعامل مع هدول اللاعبين المحترفين، باللي صار مع محمود داوود واللي صار مع السوما واللي ممكن يصير لا سمح الله بالايام القادمه، يعني ينقصنا يمكن التعامل الاحترافي مع هدول اللاعبين. لا ما ينقصنا نحن او ينقصنا شوي اداريا، بس كنجاح اوكي مثل ما حكيت نجحوا باستخدام اللاعبين المغتربين، يعني في خطا كبير على اللاعب او حتى مدير اعماله، وفي كمان يمكن خطا من اللي قاموا باستخدام لاعب بحجم محمد داوود، ففي خطأ على الطرفين، لكن ما فينا نجزم على هين الخطأ لأنه ما بنعرف شو هو سبب الخلاف بشكل قطعي، يعني ما فينا نحكي هيك أو هيك ما نظلم أحد تعرف كابتن الطرفين قصي؟ بصراحة. حتى أنت يمكن أنا آسف، تفضل. الخطأ الأكبر على سرب الأخبار من معسكر المنتخب ولم يحاسب لحد الآن. هذا أنا هاي النقطة اللي بدي أحكي فيها، إنه معقول خاصة أنتم اليوم نحن مثلا لما كنا نلعب بكأس آسيا 2011 كمنتخب كانت تصير في مشاكل، بس يمكن ما سمعت فيها انت، أبداً. لان ما بنحكي لانه خلص نحن بتواجد لاعبين المنتخب خلص نعتبر بمعسكر، معسكر عائله وحده ممنوع تتسرب اي اخبار، كان صير والله في مشاكل كثير كبيره صارت يعني بحكيها يمكن، بس خلص راح عليها كان عليها مثل ما بيقولوا الدهر والزمن، نعم. صار في مشاكل سواء لاعبين او حتى اداريين او حتى اعلاميين ببعثه المنتخب، بس نحن التسريب الاخبار يعني انت لاحظت شغله انه قبل اللعبه بنفس اليوم تسربت الاخبار. المرحله الثالثه حيكون معنا كبر او لا؟ انت برايك لازم يكون ولا لازم نبحث عن افضل ولا شو الوضع؟ يعني اليوم مثلا قيم عمل المدرب الا بعد فتره زمنيه، وبصراحه نحن هكتور كبر صار له فتره زمنيه جيده بالنسبه لمنتخب سنه سوريا. شهرين تقريبا. لا هذا حكيناه، ودائما هو خلص نحافظ اسلوب هكتور كوبر، دائما هو اعتماده على الاسلوب الدفاعي البحت بصراحه، وخاصه يعني
من المناطق الأولى بملعب كرة القدم. لكن استمرارية هكتور كوبر، أنا مع استمرارية هكتور كوبر في هذه التصفيات الأولى، لكن في حال تأهلنا للتصفيات الثانية أكيد نتمنى نحن لازم يكون أو يكون في فنيين يقيموا عمل المدرب، لا انت انت خاصة ككابتن من ناحية ككابتن قصي حبيب، انت كمحلل كرياضي كلاعب منتخب سابق، هل راح يفيدنا بالمباراة القادمة بالتصفيات الثالثة قدام منتخبات قوية بقارة آسيا؟ أنا بشوف يفيدنا بالتصفيات الثانية أكثر من التصفيات الأولى، لأن التصفيات الأولى حكينا نحن اليوم عم تواجه فرق أقل منك فنيا، لكن بواجهتك بالتصفيات الثانية أكيد، خاصة مع فكر تكرر، أنا أشوفه هذا هو مثل ما بيقولوا الأصح، مع تغيير وتعديل خاصة من الناحية الهجومية لازم يكون عنده جرأة هجومية أكثر، أو موضوع التحولات يكون ويعرف يوظف اللاعبين بشكل أكبر، لأنه أنت بالدور الثاني راح تواجه حكينا منتخبات أعلى منك فنيا، خلينا نحكيها بصراحة اليوم المنتخبات اللي راح نواجهها أعلى منك فنيا، يعني خلينا نحكي بالصف الأول عم تحكي على كوريا الجنوبية، اليابان، منتخب السعودية، أستراليا، منتخب قطر، إيران، اليوم حتى أردن شفنا نحن الشيء اللي عملته بكأس آسيا شيء كبير بصراحة، خاصة مع حسين عموتة اللي عمل شيء كبير بنقلة نوعية بمنتخب الأردن، عرف كيف يوظف اللاعبين، هاي أهم شغلة، إنه بتعرف كيف توظف اللاعبين، عرف كيف يستفاد ويطالع كل شيء من مستوى اللاعبين، شفنا نحن موسى التعمري او حتى يزن عماد عارف كيف يسكر يعمل بلوك بالمناطق الدفاعيه لكن في وسط الملعب، ويستفاد من سرعه موسى التعمري ومهاره يزن عماد او حتى محمود بالمرضي، يعني في كثير لاعبين استفاد منهم بشكل جيد ووظفهم بشكل جيد، نحن هذا الشيء نتمناه بصراحه بمنتخب سوريا، انه تعرف توظف اللاعبين، خاصة نحن عندنا نوعية لاعبين جيدة للأمانة، وعم تشكل عم تعمل مستوى كبير بالخليج العربي، نتمنى أنه توظيفهم صح يتوظف بشكل صح، ونعرف كيف خاصة تواجه الفرق اللي أعلى منك فنيا، لأن بصراحة نحن حسب ما شفنا بكأس آسيا مع منتخب أستراليا بالغنا كتير دفاعيا، حتى منتخب أستراليا ما هو المنتخب البعبع اللي مثل ما واجهناه بتصفيات كأس العالم بالملحق بال 2018. يعني هلا كابتن انت حكيت انه انت مع استمرار كبر بالمرحلة القادمة، وعم تحكي هلا انه هو دفاعيا كتير محافظ على الدفاع. لا بشكل تفضل. انت اليوم الدور الثاني راح يكون بشكل مباشر. صح؟ نعم. واي مدرب بده يجي بده يغير من عقلية اللاعبين، اليوم عقلية اللاعبين خلاص تمرست ومثل ما بيقولوا حفظت اسلوب كبر. خلص تعودت على الحالة الدفاعية إن نحن نعمل بلوك وأهم شيء ما ناكل جول ومثل ما بيقولوا على الله يجي الهدف. فنحن هذا الشيء ما بيتغير بليلة وضحاها، يعني والمشكلة ما بس في خلينا نكون واقعين بس بعقلية المدرب، اليوم نحن عقلية اللاعب ما في تغيرها بالليلة وضحاها، هي بدها عمل سنين، تبدأ من الدوري السوري، من الفئات السنية، من الأعمار الصغيرة، شلون تزرع بعقل اللاعب الصغير انه لا الحامل الهجومي نحن من انا صغير من اول ما بلشنا رياضه متعودين بس بدنا جول نرجع لورا، خلص هاي يعني صارت شيء لا ارادي. العقلية الدفاعية عند سوريا من زمان، هي كل المدربين سوري تقريبا بيستخدموها هي. نحن هيك لانه دائما العمل الدفاعي هو يعتبر هو الاسهل، انه تنظم الحاله الدفاعيه وتعتمد مثل ما بيقولوا على الكونتر اتاك او الهجمه المرتده او خطف كره ثابته، فهذا الشيء ما راح يتغير ليل وضحاها احمد، فهذا بده عمل كبير وعمل جماعي مو فقط مدرب، يعني بدك تشتغل من الاساس لتطلع فيه. فنحن خلينا نكون منطقيين وواقعيين، اليوم نحن كمنتخب سوريا تعودنا انه نحن دائما نسكر ورا ونعتمد على الكونتر اتاك او هجمه مرتده او كره ساته نخطفها، فهذا الشيء نحن اللي لازم يشتغل عليه بشكل اكبر مدرب منتخب سوريا القبه، خاصه بالحاله الهجوميه للمنتخب، سواء بده يعتمد على الكونتر اتاك لكن الحاله الدفاعيه لازم تكون بمناطق معينه بتعمل بلوك، اليوم البلوك الدفاعي لما يكون بمناطق الدفاعيه الاولى يعني منطقه 16 تبع منتخبنا فعم بيكون في مسافه كبيره لتوصل لمرمى المنافس، فهذا يشكل تعب وجهد وارهاق كبير على اللاعب، حتى لو كان اللاعب صغير، اليوم اللاعب اذا بالشوط بده يعمل اربع خمس
مرتدات على مدى 60 70 متر، فتشكل راح ترهقه بدنيا. لكن لما تعمل كونتر اتاك بمساحه ضيقه شوي، مساحه 20 30 متر، 6 7 مرات ما بتاثر عليك مثل ما تعمل 60 70 متر وتتحول للحاله الدفاعيه. فنحن هاي يمكن شوي انه اللي دائما نتناقش فيها لما بتكون بمجالس في لاعبين فنيين او في مدربين، اكيد نتعلم منهم بشكل كبير انه هاي، انه نحن اليوم نحن عم نعمل بلوك، اوكي نحن اسلوبنا خلص معروف سوري، اهم شيء معناته الجول، دفاعيا نحن جيدين، لكن هي منطقه الدفاع نحن دائما، منطقه اللي عم نحاول ندافع منها دائما هي اللي عم تشكل جهد الدفاع اللاعبين، لانه لما تعمل مناطق دفاعيه بالزون الاول غير لما تعمل بوسط الملعب او بالمناطق الدفاعيه للفريق المنافس. فنتمنى نحن مثل ما كان شلون مثلا المنتخب الاردني دائما يعمل البلوك بوسط الملعب، دفاع منطقه بوسط الملعب، مو بمناطقه الدفاعيه بمنطقه 16 نعم. قريبه من حارس المرمى، لا بوسط الملعب، في حال استخلصت الكره تكون اقرب للمرمى بمسافه 40 او 50 متر، احسن ما تعمل كونتر اتاك بمسافه 70 و80 متر. طبعا هاي وجهه نظر، نعم. كل بني ادم له وجهه نظر، يعني كل مدرب له فلسفته، فكل واحد وكل مدرب له فلسفه معينه على ضوء، وحتى الامكانيات اللعيبه الموجوده او المتاحه بين ايديه على ضوء هو يعمل الشغل اللي بده اياه. نعم. كابتن قصي، قبل ما اختم معك سؤالي الاخير، طبعا حاب اسالك السؤال، احنا دائما كنا بدنا مدرب يفرض شخصيته على اللاعبين، وما حدا كبير بالملعب ومجهز عفوا بيكون على دكه البدلاء، واجانا مدرب استبعد اللاعبين بشكل كثير كبير، عشان هيك بعد نطالب نحن بفرض شخصيه. سؤالي لك كابتن قصي، سؤال الاخير طبعا بدون عاطفه بدون اي شيء، نعم بعاطفتنا نتمنى منتخب سوريا يوصل لكاس العالم اكيد، هل منتخب سوريا سيصل لكاس العالم من وجهه نظرك الفنيه؟ انه عندك منتخبات حاجزة بطاقات مسبقة، تعتبر يعني كوريا، اليابان، ايران، استراليا، اوزبكستان، قطر، السعودية، الاردن، العراق، فينا نقول بطاقات الثمانية رايحة، باقي عندنا نص بطاقة تقريبا يعني اللي هي ملحق. هل ان شاء الله انه تمنى منتخب سوريا يصل لكأس العالم؟ بوجهة نظرك الفنية هل قادرين نوصل لكأس العالم بهي الطريقة؟ هلا التمني شيء والتوقع وعلى ارض الواقع كمان شيء ثاني بصراحة، لكن كأسماء نحن كلاعبين المنتخب أو حتى اللاعبين المغتربين اللي جايبين المحترفين بين قوسين خلينا نقول، لازم يكون أكيد نحن يعني أقلها، إنه اليوم نحن خاصة بعد تعديل كأس العالم الجديدة بزيادة عدد المنتخبات المشاركة، 8.5. فنحن صار عندنا نسبة أمل كبيرة بصراحة، صارت نحن قبل كانت 4 وملحق، فاليوم صارت 8 وملحق، فنحن أكيد طموحنا لازم نتأهل لكأس العالم، وأنا ما بشوفها شيء بعيد بصراحة، لأنه نحن نعتبر من، ما راح نقول لك من أول 5 منتخبات بآسيا، لا خلينا نحكي من أول 15 منتخب، فأنت اليوم أول 15 من أقوى 15 منتخب بآسيا، المنتخبات اللي بعد يعني معروفين أول 4 5 منتخبات بآسيا معروفين، أوكي هدول حازين مقعدهم اوريدي بشكل مباشر، اللي هن اليابان او حتى كوريا الجنوبيه او منتخب ايران او استراليا او السعوديه، ولا فاتت على الخط اكيد منتخب قطر منتخب متطور، لكن اليوم منتخب الاردني اوكي عمل انجاز كبير بكاس اسيا وصوله للنهائي، لكن هو قريب من بصراحه من المنتخب السوري، خاصه من نوعيه اللاعبين الحاله الفنيه، يمكن نحن عندنا لاعبين فنيين يمكن شوي اعلى بصراحه من المنتخب الاردني او حتى المنتخب اللبناني او حتى المنتخب الاماراتي، يعني اليوم هدول المنتخبات اوكي جيدين لكنهم ما هم صعبين بصراحه علينا مثل ما لما نلعب مع المنتخب الياباني او حتى الكوري الجنوبي، فيعني هاي المنتخبات يمكن تكون مثل ما بيقولوا بمتناول اليد، يعني احتمال تربح، وانت اليوم راح تلعب بنظام ذهاب اياب، فحسب مين طلعتك راح تجي اكيد أكيد يعني راح تكون بالنسبة أخف من المواسم السابقة، خاصة موضوع كأس العالم كان يتأهل أول وثاني والثالث يلعب ملحق مع المجموعة الثانية، نعم. فلا اليوم أكيد عندك صار 3 فرص محققين أمل، كابتن. يعني فرصنا للتأهل لكأس العالم صارت بشكل كبير بصراحة، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم. حب اتشكرك كابتن قصي، وان شاء الله حنحكي تفصيليا بعض الامور، ونحكي عن الدوري ونحكي عن المنتخب ببث مباشر مساء اليوم على قناتنا على اليوتيوب مع الدلي سبورت، ولازم نحكي عن كثير امور ان شاء الله
بتخص الرياضة السورية. إن تحياتي شاء لك الله كابتن. إن شاء الله. حبيبي أحمد، كلك ذوق وكلك، ومرة ثانية كل عام وأنت أنت بخير، بخير وكل والله. عام وكل متابعينك إن شاء الله بألف خير. شكرا جزيلا كابتن، تحياتي لكم جميعا، حبيبي العفو، وشكرا الله معك، الله شكرا معك، كابتن، تحياتي لكم جميعا الله معك. متابعينا الغوالي. بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ووعدناكم راح نضل مستمرين ان شاء الله بالمقابلات واللقاءات لحتى بنشوف منتخبنا ان شاء الله بكأس العالم، ونستمر نحن بنكبر اكيد بمنتخب سوريا وانجازاته. ان شاء الله هدفنا الوصول ل100,000 مشترك، وليس بعيدا عن الجمهور السوري المتابع. وعندنا مشروع كثير حلو رح نعمله مع بعض اللاعبين السوريين قريبا جدا، حنعلن عنه ان شاء الله. مشروع مميز جدا، مشروع رياضي اعلامي حيكون كثير مهم وكثير مميز، قريبا حيتم الاعلان عنه ان شاء الله، بس حنحط اللمسات الاخيره ونقول يا رب. تحياتي لكم وبدعمكم، نستمر اهم شيء الدعم، نستمر في وجودكم معنا هو السند الحقيقي. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.